أهلا بحضراتكم في تقرير جديد من الجريء تي في. مخالفاتهم في شنك وتضليل للرأي العام، بالدليل نفضح الشروق وتلاعبهم مع الوزير في نشر الأكاذيب بالأسماء. قيادات أهلوية يقودون الحملة، تلاعبوا بالمستندات ونشروا مخالفات وهمية لهدم الزمالك. وإليكم التفاصيل. أهلا بحضراتكم. من امبارح للنهارده، وبعد ما طلع المستشار وقال انه هيكشف البلاوي والذمم المفضوحه وهيطلع بفيديو، وبعد حملتنا ضد وزير العار والدمار وقلنا على بلاوي من قلب مكتبه مش لاقين خيبه يداري بيها خيبتهم، فقال لك ايه لما نسرب اخبار على ان في مخالفات في نادي الزمالك فالناس تهدى والجريء يبطل ومرتضى يخاف. ده اللي هما القعدة ايه اللي قعدوها مع بعض. طيب نعمل ايه والقصص كله عايز ينهب في نادي الزمالك، وخايفين ان في يكون شخص محترم بيقول لهم ستوب، خايفين على كراسيهم، خايفين على انهم يتفضحوا، خايفين خايفين خايفين، ولكن احنا مش هنبطل. ما علينا، الناس كلها لقت ضلتها. الناس، لما اقول الناس اقول شلة الحرمية، شلة الحرمية اللي خايفة انهم يتفتحوا يكون القراء بتاعه قال له ويشوفوا حد فيه يستدرجوه ويقولوا له، فقعدوا مثلا يقولوا ايه المصري اليوم، لا المصري اليوم في شوية ناس محترمة وممكن بعد كده يفضحونا، فيتو لا فيتو الراجل بتاعه راجل محترم وما بيرضاش بالظلم وممكن بعد كده يكشف اتصالاتنا. قعدوا يقولوا مش عارف ايه اليوم السابع يتصلوا بناس يقول لهم لا والنبي مش عايزين نقرب من قضيه نادي الزمالك، انتوا كده بتخسرونا نادي الزمالك. قعدوا يدوروا طب فين موقع اهلاوي وهو طول عمره اهلاوي وقيادته اهلاويه والناس اللي فيه عارفين ان مستوى مشاهداته قلت، وهو في الاخر دلوقتي نسرب له المعلومه دي. ده طبعا القعده دي كانت عند وزير الشباب والرياضه. لقوا ضربتهم في موقع اسمه الشروق، اقسم بالله عمري ما دخلت عليه مع اني بحترم الرئيس التحرير الحالي عماد حسين لانه كان قبل كده ماسك، يعني كان ليه موقف في جهه ما وكان كويس. فقالوا ضلتهم في موقع الشروق، موقع واقع وما فيش اقبال عليه في الفتره الاخيره، وزي يعني يمكن اغلبيتكم تسمعوا عنه لاول مره. ماشي، مين اللي في موقع الشروق يا اولاد يقدر يعمل لنا؟ في صحفي بيشتغل في بيغطي بيجيب اخبار المحكمه الاداريه، صحفي بيجيب مثلا احكام قضايا، بيبقى كل اللي شغال في مجال الصحافه زينا بيبقى عارف، بيبقى في مندوب بيروح دار القضاء العالي او هيئه مفوض الدوله ومع السكرتاريه بتاع في اخبار جديده او يقول اه في قضيه كذا، يجيب معلومات ويظبط القضاه ويحط اساميهم ويبتدي هو بيبقى جوه الجهه دي، هو بيبقى مشهور. مين الشخص ده؟ واحد اسمه محمد نابليون، صورته محمد عادل نابليون. طيب نسرب له ازاي؟ نسرب له، شوف الذكاء بتاعهم، ان هم يقدموا له ورق ويقولوا له ده دي مخالفات نادي الزمالك، فهو وجارته او هو وموقعه يصدقوا ان دي مخالفات فينشروها، فلما ينشروها الرأي العام يقول لك اه اهي مخالفات مرتضى اهي، ما نشرها راح واحد في هيئة بيشتغل مندوب موقع في مجلس الدولة وموقع مصري محسوب على مصر بس هو مش مصري طبعا، أنا جاي لكم تفاصيله، موقع مصري نشر، فيبقى أكيد دي المخالفات اللي اتحقق فيها النيابة. بادئ ذي بدء أولا اللي نشروه الشروق، ولو هم رجالة ينفوا الكلام ده، دي مش المخالفات لا اللي طلعها الجهاز المركزي للمحاسبات ولا اللي بتحقق فيها نيابة العجوزة حاليا، ده بادئ ذي بدء وش كده تكذيب ليهم بالدليل بكلامهم، دي مش المخالفات اللي طلعها الجهاز المركزي للمحاسبات ولا اللي بتحقق فيها النيابه، اذا هم كذبوا مع الوزير ودلسوا على الراي العام كله في مصر بقى شويه عناوين وهميه وشويه كلام مسترسل بحاجه مش موجوده في اجهزه التحقيق الرسميه. ده نمره واحد. نمره اتنين، ولنفترض كما هم اشاعوا ان ده اللي قدمه الوزير
الى القاضي، هم قايلين كده في الكلام واحنا مصورين الكلام عشان هيحاولوا يعدلوه، قالوا ده ان الوزير قدمه للقاضي وعشان كده القاضي رفض وبالكذب. احنا عارفين القاضي رفض الشق المستعجل وما رفضش القضيه، اذا هم كاذبون للمره الثانيه ان هم يقولوا ان القاضي عشان كده القاضي رفض طعن مرتضى منصور. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه، اذا كان بالحق ان هذا ما قدمه وزير الشباب الى القاضي، فمش من حقهم ان ينشروا اتهامات. يعني مرتضى منصور بيتهم وزير الشباب بشيء، ووزير الشباب بيدافع عن نفسه بكلام مرسل من عنده بدون اي دليل، فهم ما ياخدوش الكلام اللي هو بيبعته وينشروه على انه دي مخالفات على مرتضى منصور ونادي الزمالك، ده هم يتحولوا جنايات في الموضوع ده، فبيكذبوا على الراي العام، بيكذبوا، بيحاولوا ياثروا على القضاء في كلام ليس له وجود. والله والله ليس له وجود، لا موجود الكلام ده في نيابة العجوزة ولا موجود في تقرير جهاز المركز المحاسبات. ده الوزير العار والوزير العالي بلاوي واتهامات، بيحاول يدلس الرأي العام عشان ينقذ نفسه، فاستخدم هؤلاء وهذا الشخص محمد نابليون نقل لجريدته، كنا نعتقد ان جريدة او موقع الشروق ناس محترمة، نقل لهم بالكذب كلام مقدم من الوزارة وليس من جهة اي تحقيق، وقالوا زي ما احنا جايين ان هذا الكلام هو سبب رفض المحكمة، بالرغم ان المحكمة قالت حساسة الحكم غير كده، قالت ان احنا بنرفض الشق المستعجل وبنقبل القضية وبنحولها لهيئة المفاوضين لإعداد تقرير. فالناس دول يا جماعة نصبوا على الرأي العام كله في مصر سعيا لهدم نادي الزمالك وسعيا لقتل الزملكاوية وضربهم بالإحباط. احنا بنقول بالدليل مش بنقول بكلام. ده محمد نابليون كنت احتسبه صحفي محترم، وهو راجل من الريف من المنيا، وما بالكم من المنيا، اعتقد ان بداية كده من الصعيد ممكن نقول في رجالة، ولكن ان هو يضيع مهنته ويضيع تاريخه ويضيع اي حاجة انه يكذب مع كاذبون لمصلحة اهلوية. هو بيقول انا زملكاوي، هوريكم هو عامل في نفسه ايه، بتصور صورة قدام المباني والروائع اللي بنيها مرتضى منصور في نادي الزمالك وهذه صورته، هذه صورة محمد نابليون، يعني ما اعرفش يقصد بيها، يقول ايه انا هخلص على نادي الزمالك، ولا هو بيتمظهر بالمباني والانشاءات اللي عملها مرتضى منصور، لا اعرف. في حساباته في الفيسبوك بيكتب كلام ليس له معنى. الاستاذ اللي ورا هنا نسيت سقوط مرتضى منصور، نسبت سقوط مرتضى منصور لنفسك وبفضل مجهوداتك ولا لسه؟ والحاجة اللي ورا نسبت يا حاجة ولا لسه؟ معرفش هو مع ولا ضد، هو بيخبط ولا بيعمل ايه؟ هذا هو الصحفي اللي نشر التقرير، ونحسبه صحفي صادق، ولكنه كان ليس صادق وليس امينا، وخد معلومات بتاعت الوزارة ودلس على الناس وعلى الرأي العام كله في مصر وقال لك دي مخالفات نادي الزمالك، بل كذب والتضليل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي انتوا بتعملوه في الزملكاوية، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بوريكم الاشخاص اللي ورا الموضوع قبل ما نتكلم في الموضوع، لسه هنتكلم في الموضوع. هذه الشروق تصدر من مين بقى؟ تصدر من الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، وهي احدى دار شركات الشروق التي يرأس مجلس ادارها وصاحبها يعني المهندس ابراهيم المعلم. اللي ما يعرفش المهندس ابراهيم المعلم يبقى ما يعرفش حاجه في الرياضه، ده عضو مجلس اداره في النادي الاهلي سنوات طويله مع حسن حمدي وصديق شخصي لمحمود الخطيب. هذا ابراهيم المعلم صاحب المؤسسه بتاعت الشروق اللي نشرت الموضوع وضربت الزملكاويه بخنجر مسموم وسخ قذر، هذا الاهلاوي اللي كان عضو في مجلس اداره النادي الاهلي ودعم النادي الاهلي. ده المتهم الثاني، احنا بنقول متهمين اهو بالاسماء وبالصور وبكل حاجه. ده صاحب المؤسسه عضو في مجلس اداره النادي الاهلي ابراهيم المعلم يا جماعه، اللي ما بيعرفش يعمل بحث ويشوف مين ابراهيم المعلم. تمام؟ فدي خيوط المؤامره على الزملكاويه. ده نمره اثنين، ده بقى اللي وجه نابليون. نابليون جابه وقال له احنا ممكن نعمل كذا. شوفوا بقى انتوا الروايه ماشيه ازاي. كان بيرأس تحرير هذه الشروق وكاتب فيها لغاية دلوقتي وعضو مجلس تحرير واحد اسمه عمرو خفاجي. عمرو خفاجي ده هو مسؤول التطوير حاليا في قناة الأهلي، واشتغل فترة رئيس تحرير لقناة الأهلي. عمرو خفاجي هو مسؤول التحرير وكاتب في الشروق، وهو ليه دور في
في هذا الموضوع ليه دور كبير، هو مسؤول التطوير حاليا في قناة الأهلي، رأس تحرير قناة الأهلي، وشخص أهلاوي معروف ومن زمان بيخبط في الزمالك، هو أهلاوي معروف يعني ويشتغل في الأهلي، ده في مجلس التحرير وبيدير جريدة الشروق، أهلاوي رسمي. والتاني إبراهيم المعلم عضو مجلس إدارة الأهلي سنوات طويلة وأهلاوي رسمي وبتاع مع حسن حمدي بقى، وأنتوا عارفين قصة بقى والأهرام وأموال الأهرام وإيه القضية اللي إن شاء الله هنفتحها قريب. فنمرة ثلاثة معانا عمرو خفاجي. أستاذ عماد الدين حسين هو رئيس التحرير، كنت أحسبه شخص محترم ولكنه هو وافق على نشر هذه الأكاذيب في عهده. إذا بقول له يا أستاذ عماد أنت فقدت مصداقيتك لدينا. كنت أحسبه. وفي بعض الأحيان عماد الدين حسين بيقول أنا زملكاوي في بعض الجهات، وحاول يحرج رئيس الوزراء مرة قال له أنت أهلاوي ولا زملكاوي، وعمرو أديب قال له أنت كده يعني بتفهم مش عارف إيه، وكلام فاضي من هذا القبيل. ربما يكون زملكاوي، ربما ربما زيه زي رئيس الوزراء، زيه ممدوح عباس يمكن بيقعدوا مع بعض، زي أحمد سليمان يمكن بيقعدوا بيسهروا مع بعض، ليهم حاجات ليهم روايات وعايزين يخلصوا ويحرقوا دم الزملكاويه. فدول اللي في ايديهم الموضوع. يوم الاثنين يعني القضيه كانت بعتنا يوم الاحد، وقلنا والمستشار طلع وقال انا هكشف موضوع قطر والحاجات القطريه بايدي مصريه، معرفش في الشروق فيها ليها علاقه بقطر، في مشكله في حاجه بيلعبوا في السياسه اي دور. نشروا لنا الموضوع ده يوم الاثنين الساعه 10 21 دقيقه الصبح، وبعدين شافوا بعض المسؤولين فشدوا عليهم قالوا لهم لا في الصيغه حاجه كده وبتاع، فجريوا زي العصافير اللي بتخاف وقاموا معدلينه الساعه 2 و13 دقيقه وغيروا بعض الكلام اللي فيه خوفا من التهديدات اللي جات لهم. طبعا التهديدات جات لهم من اشخاص ربما يكون في حاجه بينهم وبعض، قال لهم لا انتوا ما زودتوش السخونه، لا في الحته دي انتوا لعبتوا شويه، لا في الحته دي غيرتوا شويه، لا قولوا هنا اضربوا في مرتضى هنا، اذبحوا جمهور الزمالك من هنا، قولوا على الهدايا بتاعت الترك، ما الناس ما بتنسى اصلا الساعات بتاعت الاهلي ان نلزقها. فقعدوا يهجصوا تهجيص ليس له اي وجود في اي اوراق ولا اي مستندات ولا اي تحقيقات نيابه ولا جهاز مركزي، الكلام ده كله من اختراقهم هم وزير العار المرتعش اللي هيطلع من الوزاره للنيابه خلال ايام ان شاء الله. فده مجموعه اللي اشتغلت وحاولت بسرعه ترد على المستشار مرتضى منصور اللي هيكشف الفضائح، وعلى حملتنا ضد وزير الشباب والرياضه اللي قلنا بالاسماء والحاجات، وعندنا وشغالين من اليوم بنعمل فيديوهات في هذا الموضوع. عناوينهم ايه بقى؟ اضحكوا على عناوين. تقريران من الوزاره للمحكمه، يعني وزارة في قضية بينها وبين مرتضى، ومرتضى هو اللي رفع القضية مش الوزارة عشان تفهم، فهم بيدافعوا عنهم الوزارة، فهم خدوها وبيعملوها لصالح الوزارة، ما قالوش كلام مرتضى يعني يا صحافة سفرة، جيبوا كلام مرتضى وجيبوا كلام الوزارة. نشرته ده يوم الاثنين، يوم الثلاث جيبوا كلام مرتضى يرد، ولكن ما علينا. ايه خدوا بيقول لك ايه تقريران من الوزاره المحكمه يتضمنان 28 بندا بين المخالفات والشفوهات لمجلس مرتضى منصور، احدها تتعلق بهدايا تركي آل الشيخ. ده هم ايه الوهم خدهم والجنان، ده تركي آل الشيخ عنده فيديوهات بيقول الحقيقه وبيقول ان الخطيب هو ومجلسه اللي خدوا الساعات، وبيقول ان الراجل مرتضى منصور ده راجل نظيف وهو بيقف مع الزمالك انه نظيف. انتوا عالم عايشين الوهم، بتصدقوا نفسكم ولا فاكرين ان جمهور مصر جمهور غير واعي وغير مثقف ومش هيصدقكم؟ بس كويس ان انتوا بتغلطوا كده، لان واضح ان مرتضى منصور مش لاقيين عليه غلطه وحراق زي ما جمهور كل جمهور مصر بيقول، فمش لاقيين. فانتوا لا يا للعار يا للعار بتقولوا حاجات عايزين تقولوا على الخطيب فمش عارفين تلقها على الخطيب، فبتلقحوا على خيبتكم. العنوان الثاني بيقول لك ايه؟ المجلس اثقل كاهل النادي بالتأخر في سداد قروض تجاوزت 337 مليون جنيه و2 مليون جنيه دولار امريكي. بس انا بس بتاعت 2 مليون دولار امريكي دي ما مش تعبان يعني، هو مجلس مرتضى منصور بيروح بيقدم بياخد قروض بالنقد الاجنبي، يعني بيقدم لبنوك اجنبيه وبياخد قروض 2 مليون دولار.
رغم تدفق أكثر من 2 مليارات جنيه كإيرادات للنادي خلال أعوام 2015 حتى 2020، والله بيعترفوا إن الراجل دخل النادي 2 مليار جنيه إيرادات في 5 سنين، اللي جايبين لجنة لتسيير الأعمال مش عارفة تدخل النادي مليون، وعمالة تبوس جزمة الاتحاد السكندري عشان يدفع لها فلوس، ومش عارفة تاخد من الأهلي الفلوس اللي عليه، ومش عارفة تاخد من الأندية الفلوس اللي عليها، وبتوع تركيا ضحكوا عليهم في الفلوس، والنادي الفرنساوي بيتهمهم ومش عارفين يدفعوا مرتبات الموظفين، ومش عارفين يشتروا لعيبه، ومش عارفين وبتاع، وفي الاخر تطلع لجنه بتاكل ملوخيه في النادي وفضيحتها بجلاجل، وبقى اسمها لجنه الملوخيه. فانتوا بتقولوا على الراجل، بتعترفوا بنفسكم ان هو دخل النادي 2 مليار، وتفتكروا يا ناس يا اللي بتفهموا، واحد دخل 2 مليار مش عارف يدفع قروض 337 مليون؟ انتوا بتخاطبوا رأي عام ما بيفهمش، انتوا في عنوانكم بتقولوا خد قروض ب 337، ومعرفش 2 مليون دولار امريكي دي بقى يعني مش داخله دماغي طبيعي، وهو واحد دخل 337 مليون، دخل لا 2 مليار جنيه ايرادات مش قادر يدفع 337، انتوا بتناقضوا نفسكم؟ على العموم انتوا كلامكم بيثبت ان الراجل احسن منكم. وعلى فكره موضوع تركي آل الشيخ مش هيعدي من تركي آل الشيخ والسعوديه، لانه انتوا اتهمتوا الراجل ان هو كذاب، والراجل هيبهدلكوا وعنده ناس في السعوديه هتبهدلكوا. انتوا اتهمتوه ان هو كذاب مع انه قال لكم بيتمرن الاهلي والساعات وطلع وفضحكم كلكم، ولكن انتوا بتقولوا هدايا تركي آل الشيخ. يعني هو الفيديوهات اللي طلعها كذب في كذب. الله يكسفكم. شوفوا بقى خالة الحاجة اللي قاعدة على المصطبة اللي عندها كدنسة عملت الموضوع ليه؟ بكلامهم هم مش بكلامنا، احنا دلوقتي بنفند كلامهم مش كلامنا. بيقول لك ايه في بدايه موضوعهم؟ في 30 يناير الماضي كتب المشرف السابق على الفريق الاول لكره القدم من نادي الزمالك امير مرتضى منصور على حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريده قال فيها: انا كل ده مستني، فين المخالفات؟ طب بلاش فين الصفقات؟ فالكلمه حرقتهم، 30 يناير حرقتهم ولعتهم، اللي قاعدين عاملين زي الستات الله يكسفكم. بقى كلمة أمير مرتضى هي اللي هتخليكم دلوقتي تطلعوا وتقولوا المخالفات؟ هو مرتضى منصور انتوا شلتوه من النادي بقى لكم قد ايه ومش عارفين تطلعوا مخالفة؟ انتوا واللي وراكوا واللي معاكوا واللي ماسكين نادي الزمالك وعمالين يلعبوا في الأوراق دلوقتي وعمالين يزوروا، ودي اللي حرقتكم قوي؟ يعني مصلحة نادي الزمالك أو لو في مخالفات نادي الزمالك مش حرقكوا؟ دي اللي حرقتكوا وجننتكوا؟ ودي إشارة واضحة لعدم إعلان وزارة الشباب والرياضة عن المخالفات التي قررت على أثرها إبعاد وتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة والده مرتضى منصور قبل أكثر من شهرين، وفي انتقاد صريح أيضا لصفقات اللاعبين التي أبرمها النادي خلال موسم الانتقالات الشوية. أنتوا بتضحكوا على مين؟ صفقات اللاعبين ايه وانتقالات ايه؟ ده جابوا 2 لعيبه من على القهوه، مع احترامنا للعيبه يعني، ومشوا مصطفى محمد ايه اللي نجم يعني دلوقتي بقى هيبقى نجم اوروبا، وطفشوا ده وده وده وده. انا مش فاضي اتكلم في موضوعكم. صفقات شتويه ايه؟ دي خيبه قويه، دي خيبه قويه. مرتضى منصور اللي جاب هنقول مين ولا مين؟ انا مش عايز انسى حد، هنقول مين ولا مين؟ فريق احلام، فريق احلام عايزين تودوا ربعه للاهلي دلوقتي. بيقول لك ايه بقى؟ المخالفات التي تحفظت وزاره الشباب والرياضه على اعلانها كشف عنها محكمه القضاء الاداري في حيثيات حكمها الصادر. كذب طبعا، لان قلت لكم احنا طلعنا الحاسيات ونشرناها نفس اليوم، ليس لها علاقه بهذا الموضوع ولا الكلام اللي هم بيدلسوا بيه على الراي العام. بيدلسوا بيه على الراي العام، اتهام ليهم مباشر، انتوا بتدلسوا بتكذبوا على الراي العام. وبعدين المسؤول عن المخالفات ليست وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه طلعت القرار الاسود في يوم اسود عليها، وقال لك اشرف صبحي ان انا جالي الامر من مدبولي ونفذته، مدبولي رئيس الوزراء. المخالفات اللي تتكلم عليها دلوقتي النيابه بس، كل الناس تحط لسانتها في بقها، طالما وصل الامر للنيابه كل واحد يحط لسانه في بقه، ما يقولش في مخالفات. النيابه هي اللي تعلم في مخالفات ولا لا. يعني انا اتهم الشروط دلوقتي ان فيها مخالفات ماليه، يبقى اتهامي ده كلام ولا النيابه هي اللي تحقق؟ بتهم مثلا ما اعرفش اسمه هنا بليون، والتاني بتاع رئيس البتاع ده اللي كان عضو في النادي الاهلي المعلم، ولا التالت ولا عماد الدين حسين، ان عندهم مخالفات ماليه. يبقى بكلامي في مخالفات ماليه
ولا في نيابه اللي هي تحقق اللي بتفهمه؟ قال دلوقتي وزاره الشباب هي اللي طلعت قالت مخالفات. ده وزاره الشباب دي، ده مليان، اشرف صبحي مكتبه مليان مخالفات يا جماعه. وصل ان وكيل وزاره هو معينه، احنا بس مكسوفين ان احنا ننشر الفيديوهات، ولكن هننشر الاسماء وكل حاجه. احنا مضطرين، احنا مضطرين. والراجل اللي تنوا يجرجروا معاه لحد ما بقى وكيل وزاره ومدير مكتبه، والراجل التاني اللي معينه معاه عشان بيعملوا وبيشتروا فيلل واراضي، ولا التجاره الغير مشروعه اللي هو بيتاجر فيها، ما احنا جايين، احنا جايين ومتسجل عليهم الموضوع. يعني اقول لكم ايه، على العروض اللي بتجيلي منهم كل يوم، اقفل ملف وزير الشباب وانت كله متصور، كله متسجل وكله موجود. حتى الناس اللي تبعهم من اي بي من قلب الوزاره بيبعتوا لي تعليقات وبيعملوا لي شتايم من قلب الوزاره. يعني مش عارفين هم واخديننا واخدين البلد على فين. على العموم، الحيثيات اللي نشرتها الشروق نصها او ثلاث ارباعها لصالح المستشار مرتضى منصور، وانا لو قعدت افند الكلام هنقعد نتكلم من هنا لبكره، هنقعد نتكلم من هنا لبكره، ولكن ادي العيش لخبازه. انا بس جبت لكم بس تفاصيل القضيه، المستشار مرتضى هيرد عليهم بالمستندات، وعلى فكره يا لجنه تيسير الاعمال في نادي الزمالك ويا وزاره الشباب والرياضه، كل المستندات اللي انتوا بتتكلموها مستشار مرتضى منصور معاه نسخه منها. اذا كل من يتلاعب بالاوراق حاليا هو مزور وسيحول للنيابه بايدين المستشار او بغيره، بايدين المستشار او بغيره. احنا قلنا قضيه نادي الزمالك اصبحت قضيه دوليه من يوم 7، من يوم 7، فاذا الاوراق دي ممكن تروح لاي جهه دوليه. والناس قلت لكم كل الحوارات التلفزيونيه اللي بتطلب مني في قنوات اوروبيه وفي حاجات اوروبيه حاليا، كل السؤال او الصحفيين اللي بيتصلوا بيا بيتابعوا القضيه، السؤال هل في ضغوط من الدوله؟ هل في تلاعب من الدوله؟ هل في ضغوط على القضاء؟ ده سؤالهم، ده سؤالهم. احنا بنحاول نحافظ على سمعه الدوله المصريه، لان يقود الدوله المصريه شخص نظيف اليد، شخص نقي، هو عبد الفتاح السيسي. تحت لما تنزل تحت كده تلاقي فساد، بس هينتهي. هو بيبني الدوله وبيأسسها وبيعمل مشروعات والعاصمه الجديده، بس هيفضل الرياضه، هيفضل الرياضه لما يلاقي تليفونات من رؤساء دول ومن اجهزه ومنظمات بتساله في موضوع معين، هيفضل، لازم يفضلنا، لازم يعرف ان نص المصريين زملكاويه، ولازم يعرف ان احنا بيتحرق دمنا كل يوم. هيفضل وهيسمع وهينظف، وساعه التنظيف والله هتلاقي ناس كتير لابسه البدله الزرقاء وان شاء الله في النيرة. نرجع ونقول المخالفات اللي هم ناشرينها اهي، ما اعرفش تلات جماعه، في حاجات بقى تضحك، في حاجات قال ايه اشترى مولد كهربائي لملعب الجمباز، ولكن لقوا المولد الكهربائي ده محطوط في 6 اكتوبر. يعني كلها حاجات كده ايه تضحك، كلها حاجات تضحك. طيب شراء مولد كهربائي النادي عشان الجيمنازيوم، ولكن حطوه في 6 اكتوبر ودونه مش عارف ايه الضرايب، متاخره في الضرايب. طب ما كل الانديه متاخره في الضرايب. ما علينا، انا مش عايز اخوض فيه مع حاجات. المستشار هو هيدافع عن نفسه وهينشر، واحنا هننشر وراه وهنترجم الحاجه وهنبعتها للعالم كله. هو يدافع عن نفسه وهو مجلسه قادرين في الدفاع، لانه عندهم الاوراق الاصليه وعندهم المستندات. انا من دوري بعت هذا الكلام اللي هم مهلفطين فيه، وده احنا قلنا ده طالع من الوزاره، ده مش لا في نيابه ولا في جهاز مركزي المحاسبات، ده طالع من الوزاره. يعني الوزاره بتالف ومجلس تسيير الاعمال بتاع الملوخيه بيالف، فده الكلام بتاعهم. انا خدت الكلام وبعته لمعالي المحاسب يوسف محمد عبد الله، شخص محترم كلكم اسنتوا بيه لما عملنا معاه حوار، هو راجل محاسب وبيفهم في الارقام والحاجات دي، وبعت له الحاجات دي، والراجل مشكورا رد وبعت لنا ردوده مصوره للتاريخ، للتسجيل التاريخ، هنشرها لكم، هتتفضلوا تشوفوها معايا دلوقتي. وهو بيفند كل الكلام وبيرد على المخالفات المزعومه. اذا هو رجل محاسب بيفهم في الحسابات والامور الماليه بيرد، وهو ثقه، وهو جهه محايده، هو راجل سعودي ومحايد، مش تبع ده ولا تبع ده، محايد وبيرد. واسمعوا كلامه ولكم الحكم على كلامه. ده نمره مستشار مرتضى منصور في خلال ساعات هيطلع هيرد برضه، والتاريخ هيرد، احنا بنرد والناس بترد والتاريخ بيرد، وان شاء الله
لكل ظالم نهاية. هسيبكم تسمعوا لمعالي الشخص المحترم محاسب يوسف محمد عبد الله. أشكره إن هو اقتطع من وقته، أنا عارف إن هو شغله كبير وعنده هموم كتيرة. أشكره جدا إن مجرد ما طلبت منه إنه يفند هذا الكلام ما تأخرش، وبالصوت والصورة هو بيرد. بنشكره، واسمعوا الكلام ونحكم على كلامه واحكموا على اللي جاي، وإن شاء الله يكون خير. خلينا نسمع ونرجع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، حياكم الله يا أخواني الزملكاوية. طبعا استفزني موقع نزل مخالفات، قال على مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وقال هذه المخالفات، وحبيت أتناقش فيها. وأتمنى أي محاسب أو مدقق مالي أو حاجة يعني له في مجال المحاسبة يشوف أني على غلط وينبهني، ما فيها شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ينبهني ويعلمني إذا كان كلامي صح ولا كلامي غلط، وإذا غلط ما فيها شيء، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن علمني شيء فشيء طيب. أبتدي بالمخالفة الأولى اللي قالوا عنها أنها النادي حصل من 2018 إلى 2020 مبالغ علشان الاستاد وراح صرفها في مكان ثاني. يا جماعة الخير، أنا مع الأخ الجريء، قلت إن فيه المحاسب القانوني. المحاسب القانوني يا جماعة والأخوان اللي في المحاسبة يأكدون كلامي أو يرفضونه، هو دوره كمراقب يمر على المؤسسات أو المنظومة أو الشركات أو حتى الأندية كل 3 شهور في السنة، يراجع فيها، يراجع التقارير، يراجع الفواتير، يراجع التحصيلات، يراجع كل حاجة ويراقبها والمبالغ اللي تفرق، وبناء عليه يحدد هل هي نظامية ولا ما هي نظامية. كيف بيطلع تقرير 2018 و2019 وحتى يمكن 2020 ويعتمدها وتعتمد مصلحة الضرائب تقريره، لأن هذا أساسا التقارير دي مصلحة الضرائب اللي فيها، مصلحة الضرائب the main customers اللي هو العميل الأول، لأنها على أساسها تحدد الضرائب وبكافة أنواعها، سواء ضريبة قيمة مضافة، ضريبة إنكم تاكس، رويالتي، أيا كانت كلها تحدد عن طريقها. طيب كيف كيف المحاسب القانوني هذا ما انسحبت رخصته؟ معقولة؟ يعني حاجة غريبة جدا، هذا أكيد أنها انسحبت رخصته ذا، ومصلحة الضرائب هذه أكيد لازم أنها انسحبت ولا تقفلت. يا جماعة الله يسامحكم، أنتم تطببون في الغلط بالكلام الفاضي ذا اللي انكتب. المخالفة الثانية وش هي يا محمد؟ عدم التلازم مسؤول النادي، لازم مسؤول النادي بسداد مبالغ القروض التي اقترضها النادي. هذا الموضوع الثاني. ما شاء الله يا جماعة، اللي شغال في البنك يأكد كلامي ولا يغلطني، لأني أنا بديت في البنك في بداية حياتي، اشتغلت في بنك، الحسابات التجارية أو الكوربريت، لأن البنوك الأندية والشركات ما تأخذ حسابات شخصية أو قروض شخصية، تأخذ يا كوميرشال اللي حسابات تجارية يا كوربريت اللي حسابات شركات. السؤال، العميل المصنف، العميل المصنف اللي عليه مشكلة، اللي عليه قرض ما سدده،
اللي كافل شخص ما سدده، اللي حساباته فيها مشكلة، البنوك بتعطيه قروض وتسهيلات؟ والله ما تعطيه اللي أعرفه، سواء في كل دول العالم البنوك ما تعطي تسهيلات للعميل المتعثر أو السيء أو اللي يحتاج إلى رعاية خاصة أو اللي مصنف بطريقة خطأ. طب حسابات النادي محجوزة عليها، كيف البنك يعطيهم قروض؟ هذا لازم مدير البنك ذا يحاسب حساب عسير، ومجلس إدارة البنك ذي لازم تسوي حاجة غريبة. إيش بعد يا محمد؟ تحميل ميزانية النادي مبالغ كم صرفها؟ اللي 64,000. No comment، يعني حاجة ما عندنا أي ورق أو ما هو قدامنا أي ورق. No comments in this subject، يعني ما لا تعليق. إيش بعد؟ حرمان خزينة النادي الجانب من إرادته بلغت ما أمكن. حقت ال حقت ال الاشتراكات 701. ايه هذه الاشتراكات المخفضة ولا العضويات المخفضة ولا العضويات الاستثنائية، وزي ما قد قلنا من قبل إن كانت من ضمن اللائحة ما أحد يقدر يتكلم بهذا الكلام، ولو كان هذا الشيء طبق هل هو طبق؟ يعني سؤال، يعني إذا بنحاسب أي جهة لازم تحاسب على حسب الأنظمة واللوائح حقتها، مش على حسب اتحاد ذا. يبقى سؤال عندي بعد إذنكم، هل اتحاد المصري مع احترام الشديد، يعني هل الاتحاد من لائحته من ضمن لائحته إنه ممكن الرئيس الشرفي يعينونه حتى لو هو ما هو مصري الجنسية؟ هل هذا موجودة؟ إذا كان كذا أجل وجب محاسبة غير نادي الزمالك، ما في جهة تحاسب إلا بحسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالمنظومة، ما هي بحسب لوائح وأنظمة ثانية. ولو في واحد يعارض هذا الشيء يبلغني، إلا في حالة إن كان خالف نظام الدولة، وما أتوقع أنه يخالف نظام الدولة إذا كان أعطى عضوية استثنائية أو يعني ألغاها. إيش بعد؟ شبهة الأضرار بأموال النادي. يقول لك شبهة الأضرار بأموال النادي علشان العملات، شبهة يعني ما هو تأكيد، حاجة غريبة. وجود عجز مالي قدره 1,000,000 جنيه، فرق في الأرصدة النقدية والميزانية العمومية. يعني هل انتوا في المحاسبة، يعني انتوا تتكلمون عن الاكشوال versus budget؟ دائما في فرق، دائما في فرق يا جماعة في المحاسبين، احنا شكلنا بندخل السجن على كذا. يعني في فرق دائما انك تشوف في كل الدول انت كم حققت وكم تقارنه بالميزانية إذا كانت بهالطريقة. فكيف يعني، يعني إذا قالوا والله إحنا تجاوزنا الميزانية ولا إحنا أقل من الميزانية، وين المشكلة؟ لكن هل هي مبررة ولا لا؟
ايه اللي يقول لك شبهة الاستيلاء على اموال النادي والمتلاعب بالمستندات علشان سدد فاتورة الكهرب مرتين. طيب وسؤال لكل منصف فيكم، لما سدد فاتورة الكهرب دبل ما بيصير لي رصيد لي بحيث انها تخصم مني في الشهر الجاي؟ يعني حاجة غريبة بصراحة، ما هي معناتها أن فلوس خسرها النادي، لأنها بتصير رصيد بتخصم من الفاتورة اللي بعدها الشهر اللي بعده. هذه ما هي مخالفة، هذه غلطة يحاسب فيها الموظف اللي سوى هذا الشيء، ولكن ما هو أخذها وحطها في جيبه اختلسها، لا هذا دفعها لجهة معينة والجهة دي تسجل عندها كرصيد وبتخصم من الشهر اللي بعده. ايش بعد؟ يقول لك تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادي التي تم إقامتها قانون الرياضة. هذه أنا ما أدري، لأن أنا ما أعرف في البناء ولا شفت شيء، بس يقول أنها تم إقامتها لسنة 2017. لا عفوا، النادي وقد بلغ ما أمكن حصرا من باله مسددة تحت حساب المخالفة 25%، نحو 1,200,000 جنيه من إجمالي 4,000,000 جنيه. هذه ما هي واضحة لي، شبهة اختلاس في أموال الخزينة طرف أمير الخزينة دون إقام باتخاذ الإجراءات والبالغ قيمته 135,409. طيب إيش الشبهة؟ هم قالوا لنا الحين مخالفة وإنها مباني وإنها مكان حصرة وإن السداد حول 1,200,000 جنيه، 200,000 جنيه، وش الشبهة ذي اللي كان فيها الاختلاس؟ قالوا لنا الكهرب وحددوا لنا، ايش الشبهة ذي؟ مولد كهربائي قيام النادي بشراء مولد كهربائي وما استخدمه، وهو كل حاجة يعني أجل، إذا كان كذا الشركات كل اللي يشتروه يستخدمونه على طول، ما في شيء اسمها inventory المستودعات، ما في حاجة اسمها مستودعات. والله اللي كتب ذا أنا أتوقع أنه في حياته ما قد دخل شركات ولا هذا جالس يصيد الأخطاء العشرة. إذا كان بهالطريقة أنا أترفع بأن واحد مدقق يكتب هذا الشيء. إيش بعد؟ يقول لك شبهة الاستيلاء على أموال والتلاعب بالمستندات على أساس أنها سددوا ضرائب وما سددت. يا جماعة الضرائب إذا ما سددت أو إذا كانت المخالفة دي مع الضرائب، فالضرائب اللي بتحاسبك وعليك غرامة تأخير كوميوليتيف على كل الوقت اللي صرفته، وعليك مخالفة بكم المخالفة اللي هنا ما هي مكتوبة. وين مخالفات الضرائب؟ مخالفات الضرائب 25% هذه معروفة، ومخالفات التأخير عليها cumulative on monthly basis.
منين الكلام ذا؟ وين الضرائب ما تكلمت عن مخالفاتها وغراماتها؟ تحميل الميزانية. يقول تحميل ميزانية النادي مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4.1 for 2019-20 قيمة غرامة سداد قسط القرض الممنوح من البنك التجاري الدولي. والبنك بدون والحسابات محجوزة والعميل مصنف ان عليه مشكلة، وبعدين عليه أساس دون وجه حق؟ ما قد سمعوا بحاجة اسمها الأكرول اللي ترحل من السنوات؟ أنا ما سددت في 2018، بدل ما استهلكها من قيمة من ميزانية 2020 أرحلها للسنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها. الأكرول المستحقات اللي ممكن أدفعها. هذول دارسين محاسبة، هذول اللي كتبوا هذا الكلام أو اشتغلوا في المحاسبة. تجميل خزينة النادي إيش؟ تجميل تحميل، ها تجميل مكتوبة ما شاء الله. نتيجة تقاعس مسؤولين من الاستفادة بالامتيازات الواردة بالقانون الرياع عن سداد مستحقات النادي للكهرباء. والله حيرتونا قبل شوية، قايلين ان سددوا فاتورة الكهرب مرتين، والحين اللي هو 15 ما سددوا مستحقات الكهرب. ما في تناقض يا جماعة، الله يرضى عليكم. تحميل خزينة قيمة الغرامات الموقعة من قبل حي العجوزة. اوكي، تحميل ميزانية النادي عقوبات دون مقتضى نتيجة التعدي على شبهات، ما هي شبكة، شبهة، شبت المياه العمومي، ما هي شبكة حتى. أتحدى إن كان هذا كاتبين التقرير مركز المحاسبات ده. مركز، عفوا بالكلمة دي، أو أتحدى إن كان هذا مدقق كتب الكلام ده. عدم قيام النادي تنفيذ الحكم الناس محكمة الاستئناف. والله يا جماعة سامحوني، كل هذا الكلام ما أحس أن له أي قيمة مع احترام الشديد، وكل هذا الكلام أنأى عن أن لجنة مراقبة تكتب هذا الكلام. كل تناقضات، واضح اللي كتبه إنسان ما له. شكرا يا حبيبي، حتى محمد ولدي طلع وهو زعلان مني. أشياء ما أنزل الله بهم سلطان. يا جماعة الخير، أرجوكم لا تأخذون علي بحاجة علمية، ما يرد اللي بخرافات مواقع ما مواقع. هذا اللي انكتب هذا كلام واضح أنه كلام ما له أي أساس من الصحة، وأتحدى أن تقرير يرفع الجهة حكومية وفي حتى غلطات سبيلينج، بدل تحميل تجميل، بدل شبكة شبة. إيش هذول المدققين؟ استحالة، هذا ما هو كلام مدققين أبدا. سامحوني إن طولت، وأتمنى إن كان واحد اشتغل في بنك أو مدقق أو محاسب قانوني أو محاسب تكاليف أو أي حاجة عند اعتراض على كلامي، فأتمنى أن يرد علي ومنكم نستفيد. سلام عليكم. آخر كلامي يا جماعة هي نصيحة لوجه الله، والله القد اللغت اللهم فاشهد. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه:
لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا جماعة الخير، لا نطعن في الناس، ولا نطعن في ذممهم، ولا نحاول ندلس، ولا نسعى إننا نشتري الحياة الدنيا بالآخرة، نبيع آخرتنا بعرض الدنيا علشان والله نقول تجارة ولا مبيعات ولا ذكاء. لا نصير زي الناس اللي ذكر الله في القرآن الكريم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ألا هل قد بلغت؟ اللهم فشل. هذا كان كلام وردود المحاسب يوسف محمد عبد الله، بنشكره على التوضيح وبنشكره على كل ما تفضل به، وهنستنى المستشار مرتضى منصور كمان يرد عليهم، وان شاء الله اللي جاي كله احسن من اللي فات. بفكركم ان اللايف هنعمله يوميا الساعه 10 بالليل، واهلا بحضراتكم في اللايف. الميعاد بقى ثابت. بشكر كل الناس اللي بتكتب لي على الخاص، بس رجاء ما حدش يكتب لي على الخاص من أصدقائي يقول لي ما تعملش دي واعمل دي والكلام ده. أنا في الآخر، أنا لما بلاقي هجوم على الزمالك أو هجوم عليا أنا بعند وبزيد. ما مش عايز يعني، اللي عايز يبقى له دور معانا في الفترة اللي جاية ويقدر يتكلم يتكلم، اللي مش عايز ما ي... مش عايز ضغوط من أصدقائي عشان ما أفهمش الموضوع غلط. لأن بحس كده إن لما حد بيضغط عليا لتوقيف الحملة ضد وسيلة الشباب والرياضة، إن ما بيكونش عندي ثقة فيه. فاحنا دورنا في كشف الحقائق. بعد الفيديو ده بنجهز فيديو مخالفات داخل وزارة الشباب والرياضة، يا ريت تشوفوها. وزي ما قلت لكم كل يوم ميعادنا الساعة 10 بتوقيت القاهرة في اللايف، بنحاول نقول أخبار ده الزمالك ونتابع اللي بيحصل. بشكر حضراتكم، ومرة أخرى بشكر المحاسب يوسف محمد عبد الله، كان سريع الاستجابة معايا في إنه يفند زي ما أنتم سمعتوا كل هذه المخالفات الوهمية. بتمنى الناس في الشروق يعني بلاش الأهلاوية الزيادة عن اللزوم دي اللي طاغية على أدائكم، عشان تحاولوا تكتسبوا تاني بعض الجماهيرية. وزير الشباب والرياضة مهما يعني حاولت تنشر ومهما حاولت تضغط، يعني خليك في مخالفاتك أحسن، خليك في مخالفاتك أحسن، خليك في التجارة غير المشروعة للدولة. لو عرفت هيكون في مشكلة كبيرة. كل شيء إن شاء الله هيكون على مكتب معالي رئيس الجمهورية. احنا الزملكاوية املنا فيه كبير جدا جدا جدا، بنحبك يا سيسي وهنتننا نحبك يا سيسي، بس يا ريت نظرة لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك. كل المحبة والتقدير لحضراتكم، انتظروا الفيديو القادم مخالفات من داخل مكتب وزير الشباب والرياضة. محبتي لحضراتكم، واراكم على خير بإذن الله.